نشرة إخبارية مفصلة من قناة الجمهورية، والبداية دائما بأبرز العناوين. غارات جوية تستهدف تعزيزات حوثية بالبيضاء. التحالف يكشف عن أهداف الحملة الجوية الأخيرة على صنعاء. والحكومة توافق على دخول 4 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة. ميليشيا الحوثي تبدأ دورات صيفية لتفخيخ عقول الأطفال رغم كورونا. إلى التفاصيل، أهلا بكم. شنت طائرات التحالف العربي الخميس غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة الوهبية بمحافظة البيضاء. كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في ذات الجبهة التي تشهد أعنف المعارك منذ أيام. إلى ذلك، شنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل هجوما ضد ميليشيا الحوثي في أطراف العبدية بمحافظة مارب وأطراف قانية في البيضاء. كشف التحالف العربي الخميس عن قائمة الأهداف التي تم مهاجمتها، من بينها مواقع مخازن وورش لتركيب الصواريخ الباليستية التابعة لميليشيا الحوثي ومراكز قيادة واتصالات وورشة طائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء وفي عدد من المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيا التابعة لإيران. وقال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي إن الأسلحة المستهدفة إيرانية الصنع، وعرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء. كما عرض صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، لافتا إلى أن الميليشيا الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا. كما كشف عن سلسلة الهجمات الحوثية التي حاولت استهداف المملكة خلال الفترة الماضية، من بينها اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة و4 صواريخ، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع قيام أطلق على الرياض وتم اعتراضها. وافقت الحكومة اليمنية على دخول 4 سفن تحمل المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين لأسباب إنسانية، واستجابة لمقترح من مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيتس. وقال المجلس الاقتصادي الأعلى في عدن إن السفن 4 تحمل على متنها 91,904 طن من البنزين والديزل والمازوت والغاز. وقدر المجلس إجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية للسفن التي تم السماح بدخولها نحو 1,680,000,000 ريال، مشددا على ضرورة مراقبة مكتب المبعوث الأممي للإيرادات لضمان عدم صرفها من قبل ميليشيا الحوثي، والترتيب في غضون أسبوع لاجتماع للتوافق على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات لقطاع الصحة والقطاعات الأخرى. بدأت ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران برنامجا صيفيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرق مدينة تعز بهدف تعبئة الأطفال بالأفكار المتطرفة. وهذا البرنامج مخصص للأطفال في المرحلتين الأساسية والإعدادية، وأطلقته ميليشيا الكهنوت بمديريتي صالة والتعزية في ضواحي تعز الخاضعة لها، ويأتي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد الذروة تفشي كورونا. وتروي الميليشيا الإرهابية تعبئة الأطفال وتغيير المفاهيم الدينية لديهم بما يتماشى مع الأجندة الطائفية للميليشيا غير آبهة بالمخاطر الصحية التي تتهدد الأطفال في هذه الفترة. وأظهرت صور تداولها ناشطون طلابا صغارا يجلسون في فصول دراسية أو في فصول دراسية ويتلقون تعليمات من وجهي الميليشيا، كما يرفعون أغلفة عليها شعارات طائفية خاصة بالميليشيا الحوثية. العام الماضي أطلقت الميليشيا الحوثية برامج صيفية في كل المحافظات والمديريات الخاضعة لسيطرتها لتحشيد طلاب وحثهم على مشاركتهم في القتال. وجندت الميليشيا في تلك البرامج آلافا من الطلاب بعد غسل أدمغتهم، ودفعت بهم إلى جبهات القتال لتعويض النقص البشري في صفوف مقاتليها بشكل ينتهك القوانين التي تحمي حقوق الطفل. فازت الفنانة التشكيلية اليمنية ندى محمد الكينعي بالمركز الأول في المسابقة العربية السنوية التالية للفنون، والتي نظمها المنتدى العربي للفنون للعام 2020، والتي شارك فيها فنانون من 13 دولة عربية، وهي اليمن، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الأردن، السعودية، ليبيا، فلسطين، الإمارات، لبنان، العراق والسودان. وفي مجال الخط العربي فاز الخطاط اليمني معاذ محمود بالمركز الأول، بينما فاز بالمركز الثاني للخط العربي الخطاط اليمني أيضا فؤاد زيد الغمري، وكان المركز الثالث من نصيب الخطاطة السعودية فاطمة العمودي. إلى أبرز ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي نتابع سويا.
انتهت النشرة من قناة الجمهورية، إلى اللقاء.